السلام عليكم انا مجيده الله يخليك انا ساكنه في هاد الدار مني تزوجت وولدت فيها وكل شيء هاد الدار كانت غاده شوية بشويه بشويه حنايا كانت مات فيها بنيه كانت بقى ثلاثة أيام وغاد زاد آه عندي قرار الهدم من 2011 2012 2015 وعندي قرار ديال المحج الملكي بداو زو بينا قالك سيرو تنعيطو لكم بقينا في الدار بشويه بشويه راه غادي يعيطوا لينا ما عيطوش لينا عطاونا كان تحت تاني عيطونا لنا عطاونا المدرسه الزراوي انا عندي الوراق ديال المدرسه الزراوي وعندي كاع الوثائق كلهم هي هذيك من عين طونيه مدرسة الزراوي مشينا جلسنا لقيت قسم فيه ثلاثة العائلات أنا كنخرج نديباني على راسي كنخدم عندي بناتي ما يمكنش لي غنخليهم وديك المدرسة فيها صداع ومشاكل يوميا يوميا يوميا, يوميا. كل نهار جاي البوليس تما كل نهار راه بزاف هادشي هي هذيك هزيت ولادي ومشيت لدارنا مشيت لدارنا بقيت جالسة مع الوالدة ماتت لي الوالدة رجعت ثاني لداري مني رجعت لداري بقات كطيح عليا ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل اللي قالك جمعوا الوراق انا رجعت للدار بقيت كنتسنى راه غادي يديروا معنا شي حل ما داروا معنا والو ما يمكنش غنعاود نجمع الوراق وانا جمعتهم من النوبه هي هذيك بقيت جالسه الدار بدات كتفرتت وكطيح فاش كانت هذه الشهر الاخيره هذه اللي صبات ما كملناش 15 يوم ولا شهر وكان ذاك الرعد الدار كنسمعوها كطرطق كطرطق شويه سمعت شي حاجه طاحت مني طلعنا لقينا السطح طاح على الدار الوسطانيه راكم كل شي كلشي غادي تشوفوا طاحت على الدار خرجنا كنجريو في ديك الشتا ناض واحد السيد عساس مسكين عندنا في الدرب بجارنا قديم الله يعمر دار هو اللي وقف معنا باش عيط للمسؤولين جا وفعلا القيد جا هاد سي هاد القيد هذا يلاه بدا تبارك الله وقف معانا عطانا واحد عطانا واحد الثقه في نفسنا في نفسنا وقف معانا ساندنا وقفوا معانا ولكن الناس المسؤولين ما داروا معنا حتى شي حل انا متلي لي بنت 2015 مات لي بنت ومشيت للسبيطار الصوفي وجاو عندي وصوروني كل شيء في الاخر ما داروا معنا حتى شي حل انا دابا جالسين في الدار تبدا كترطق وطاح السطح سطح طاح الزنقه وطاح وسط الدار يعني انا غنبقى جالسه في خاطر انا ما يمكنش خرجنا كنجريو من عيطنا لقينا هاد الناس القايد وهذا جاو فعلا شافوا وعندهم اجتماع يعني انا يا هاد الناس المسؤولين بغيتهم يشوفوا من حالي انا انا ولادي حنا كا واش غنموتوا تحت دم عندي خمسه الوليدات حنا سبعه ديال ديال الناس يعني اسره من سبعه من سبعه ديال الافراد يعني انا ما يمكنش ليا نبقى جالسه في الدار انا ولادي كيموتوا ليا وانا ولادي دار قال لك خرجي من 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 السكن انا ما عنديش فين نمشي انا مشرده دابا انا معرضه للتشرد انا ولادي دابا في الزنقه انا وبناتي بناتي صغارات بنتي الصغيره كتقول ليا فيا الناس لانهم خاريين غدا ما عنديش فين غنمشي كقولك لك سدي الدار وخرجي انا فين غنخرج عن ما عنديش فين غنخرج عن مات لي يا بنتي وما داروا معايا حتى شي حل هاد الناس اش بغاو كتولي عندي الفاجعه في حل ديال بوركون حنا جالسين كنسمع الدار كطرطق وكطيح يعني فين غنمشيو انا كنطلب من المسؤولين الكبار يوقفوا معانا يديروا معانا حل ضرب الطالين كله كيطيح ها هما يلا واحد الناس طاحت لهم الدار يعني ما كاملاش حتى ايام ولا ما خمس ايام ما داروا معاهم حتى شي حاجه احنا ما غيديروا معنا حتى شي حل اذا إيه فين غنمشيو كنقول لك خرجوا 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 فين غنمشيو انا النداء كنطلب الناس المسؤولين وسيدنا الله ينصره والله يخلي ليه وليداته يوقف معنا عطونا محالاتنا نخويو وحنا ما هربنا من شي حاجه انا كنسكن دابا على الاقل راه 17 عام دابا ديال الزواج وانا فاضه بزاف عليا راه بنتي الكبيره راه عندها 16 عام ولدي عنده 15 أست... أه ولدي عنده 16 وبنتي عندها 19 والدراري الاخرين صغار يعني ما انا هاد انا دوستي هي مولات الدار ماتت وراجلي وريت يعني انا كنطلب من هاد الناس المسؤولين يوقفوا معانا يعطيونا يعني حالاتنا حنا ما طلبنا حتى شي حاجه خرجونا من دار يسكنونا في دار ما يخليوناش هكا كنتلاوحوا في زناقي انا ولادي هاد الشيء ما يبغي لا ربي انا هاد النداء بغيت يوصل لسيدنا راه حنا وليداتنا كنضيعوا راه حرام راه في <applause> فحال هادشي ديال بورغون تيقول وجبدونا من تحت الردم راه ما حسبي الله ونعم الوكيل فهاد الناس حسبي الله ونعم واكل فهاد الناس يديروا معنا حل عطيونا ديورنا خرجنا من دار يحطونا في دار ما يخليوناش نتشردوا هكا الزناقي والريبان حرام حرام هادشي والله تا حرام يشوفوها من حال هاد الوليدات الصغار